ازيك يا حبايب قلبي؟ عامل ايه؟ اتمنى يا رب تكون دايما كويس. النهارده ان شاء الله يوم ثالث يوم العيد، النهارده ان شاء الله يوم احنا بقى انا وامي واخواتي خرجنا. طبعا كل سنه احنا متعودين ان احنا نخرج مع بعض من المدرسه، النهارده يومنا بقى كلنا مع بعض. هوريكم بقى المكان اللي انا موجوده فيه وهنبقى موجودين مع بعض ان شاء الله. اليوم بتاعنا ان شاء الله زي ما انتم شايفين الاماكن مش عارفين المكان اللي احنا فيه. عندي رقم كويس جدا جدا. المكان ده وفي اماكن تانية يعني تروحيها تلاقي انا واخواتي طبعا قاعدين قريبنا واللي برضه معايا فيديو زي ما انتم شايفين. المكان جميل قوي ملفوف وفيه ثلاث طلاب تانيين من الجهه التانيه. احنا بنحب المكان ده ليه؟ عشان اصلا اللي موجودين معانا وببص عليهم شايفين المراكب ده وببص عليهم من فوق. انا ببقى مطمنه وانا قاعده فوق ان انا هي كانت معايا السنة اللي فاتت على Thank you.
مليان ناس كتير من كل ناحية، يعني مش احنا بس، كتير ناس كتيرة ما شاء الله من جميع الناس اللي حوالينا ما شاء الله شايفين ده الدور الأول وده الدور الأول ما شاء الله. والبحر زي ما قلتوا في الفيديو اللي فات هناك النيلة بتاعت السنة ما شاء الله بحر I'm gonna go.